مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع من الحياة اليوم. واضح أن المنتخب القومي المصري يحتاج إلى دعواتنا جميعا. حتى الآن النتيجة أمام أثيوبيا 2-0 لصالح أثيوبيا، 2-0 لصالح أثيوبيا في الشوط الأول. نتمنى أن يستطيع المدرب إيهاب جلال والفريق القومي المصري تعديل هذه النتيجة في الشوط الثاني. وطبعا الماتش بيتلعب في ملاوي، ولكن خلونا نشوف رأي الخبراء المتابعين لهذا المباراة أو لهذه المباراة. على الهاتف الأستاذ الزميل الناقد الرياضي وليد الحديدي. أستاذ وليد مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ مصطفى، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. إيه اللي بيحصل مع المنتخب القومي؟ في إيه؟ والله انا سامع حضرتك في الانترو بتقول ان المنتخب محتاج الدعوات. هو الحقيقه الدعوات هي اللي خلت المنتخب متاخر 2-0 بس لحد دلوقتي، لان احنا لعبنا شوط اول قدام منتخب اثيوبيا. الطبيعي والمنطقي يعني لولا دعوات المصريين كنا خرجنا خسرانين 5-6 على الاقل. معقول؟ واحد من أسوأ الاشواط يا استاذ محمد اللي يعني شفت منتخب مصر بيلعب فيها كوره، ده اذا كنا لعبنا كوره من الاساس. منتخب اثيوبيا يكفي اقول لحضرتك انه راح بتسع هجمات على المرمى في مقابل صفر المنتخب مصر. منتخب اثيوبيا احرز هدفين وله ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب، وليه هدف تسلل، وليه انفرادين منهم انفراد في القائم ومشي على الخط. يعني الحقيقه التوفيق فقط هو اللي خلانا نخرج متاخرين 2-0 بس. طريقه اداء غير مفهومه لمنتخب مصر، تشكيل غير مفهوم، حتى ثلاث تبديلات برضو كانوا غير مفهومين لكابتن ايهاب جلال قبل نهايه الشوط بحوالي 3-4 دقايق، يعني شوط للنسيان. اتمنى ايه ثلاث تبديلات في الشوط الاول ليه وانت الشوط الاول بيخلص؟ ما هو يعني مش عارف، هو كانوا الثلاث دقايق دول كان ممكن يفرق ايه في ثلاث تبديلات؟ الحقيقه انا مش قادر افهم، لكن برضو ما اضافوش جديد. الحقيقه في حاجه غلط في منتخب مصر، كل كوره منتخب اثيوبيا بيستحوذ عليها بيوصل لمرمانا بسهوله جدا، بيخترقنا بسهوله جدا، احنا حتى اساسيات الكوره مش قادرين نقدمها في 45 دقيقه، لا عارفين نستلم ولا عارفين نمرر ولا بنروح ناحيه مرماهم تماما. ده تشيمز بيكلي اللي هو بيلعب في الدوري المصري، يعني في انديه يعني مش انديه قمه بقاله سنين في الدوري المصري، يعني مش هنعتبره حتى من نجوم الدوري المصري، نجم المباراه النهارده بيعمل كل حاجه في الكوره، راجل صنع العاب واحرز هدف وصنع هدف. والحقيقه يعني انا ما شفتش منتخب مصر بالشكل ده قبل كده في حياتي. طيب احنا دلوقتي ايه التغييرات اللي حصلت في الشوط الاول؟ وانت متوقع ان المنظر بتاع ما هو طالما عمل التغييرات دي قبل ثلاث دقائق، يعني انا اسف انا ما بفهمش في الكوره ولا ادعي ان انا بفهم في الكوره، ولكن انت لو عندك خصم بتلعبه وهو غلبك ما بتنزلوش ثلاث لعيبه مره واحده، يبقى فاهم انت هتلعب بخطه ايه في الشوط الثاني. والله هو احنا اساسا بدانا المباراه ببعض التغييرات عن التشكيل في المباراه الاولى في غينيا، ماشي مفهوم ان مثلا في فارق زمني ومحمد صلاح غايب ففي فارق زمني مش كبير وصفر. لا هو صلاح، هو العبء مش على محمد صلاح. لا طبعا العبء صلاح ونني وتريزيجيه وعنده كذا حد تاني، ولكن يا القضيه طب ما انت ده فريق منتخب مصري، يعني المفروض ان هو على الاقل بيعمل اداء مش كده؟ هو الغريب بالنسبه لي ان انت حتى لما غيرت اسماء انا فاهم ده، لكن ان انت كمان تغير طريقه. يعني احنا لعبنا في مباراه غينيا على ارضنا بطريقه 4-3-3، خلاص ماشي هو ده تكتيك كابتن ايهاب جلال وبيلعب بالشكل ده. النهارده بيدخل قفشه كصانع العاب وبيلعب 4-2-3-1، فما شفتش اي تطور على مستوى الاداء. تغيير خطه ما بين ماتشين بينهم 4 أو 5 ايام كان غريب بالنسبه لي. ثانيا زي ما حضرتك بتقول ثلاث تبديلات في وقت كان غريب جدا. غير مين بمين؟ هو طبعا نزل ابراهيم عادل ونزل عمر كمال عبد الواحد ونزل مهند لاشين وخرج ايمن اشرف وخرج عمرو السوليه وخرج مجدي قفشه. نزل عمر كمال يلعب باك شمال مكان ايمن اشرف وده مش مكانه برضه. نزل مهند لاشين في وسط الملعب جنب امام عاشور ونزل ابراهيم عادل كصانع العاب بدل مجدي قفشه عشان يزود خط الوسط والتواجد بتاعه في خط الوسط عشان يمسك كوره مش كده؟ والله اتمنى ان يعني يكون التبديلات دي مثمره، لكن الحقيقه حاله المنتخب بشكل عام يعني ما اعتقدش ان تغيير افراد ممكن ياثر. احنا بس محتاجين يبقى عندنا اساسيات الكوره، انا ده مش شايفه في الملعب. يعني احنا ما بنكملش 4-5 تمريرات على بعضها والا والكوره بتتقطع، مش شايف اي. ده احنا النهارده ما بنلعبش اثيوبيا على ارضهم، احنا بنلعب نعتبر على ارض محايده، بنلعب في ملاوي طبعا لان اثيوبيا محرومه من اللعب على ارضها.
فأنا مش شايف أي مبرر الحقيقة للي حصل في الشوط الأول. المنتخب غير معد لا بدنيا ولا نفسيا ولا فنيا، ما فيش كلام اتقال. أنا مش عايز أظلم كابتن إيهاب جلال أو يعني أتجنى عليه، لكن إحنا بنحلل 90 45 دقيقة وما قبلهم حتى 90 دقيقة في مباراة غينيا، لولا برضو التوفيق في النهاية كده كرة مصطفى محمد برضو الأداء ما كانش على مستوى المأمول. يعني أتمنى إن الحال يتغير في الشوط الثاني، أتمنى إن إحنا نلحق ونخرج على الأقل التعادل من المباراة دي، لأن الأمور سيئة الحقيقة. طيب أسألك سؤال، نتيجة هذه المباراة بتأثر بإيه على مسيرتنا؟ احنا طبعا لسه المشوار طويل، دي مجموعة من اربع منتخبات، مصر وغينيا واثيوبيا وملاوي، بيصعد عنها منتخبين لكاس الامم الافريقية. الفرصة كبيرة، لكن مؤكد ان الهزيمة بتصعب الامور عليك، لان انت ساعتها بقى هتبقى محتاج تكسب مباراة من المباريات اللي برا ارضك، خصوصا ان اثيوبيا خسرت المباراة الاولى، فكده هتبقى اثيوبيا خسرت قدام مين؟ قدام ملاوي. اثيوبيا خسرانه قدام ملاوي وتغلب مصر 2-0 لغايه دلوقتي؟ لا يا والله يا فندم الاداء، يعني مصر الصوره اللي ظهرت عليها دي اي فرقه في افريقيا ممكن تكسبها، يعني لو فضلنا نقدم الاداء ده اي فرقه في افريقيا هتكسبنا. فاحنا ان شاء الله بس نلحق بالامور، يعني اكيد اكيد لسه قدامنا فرصه صعود، مش هيبقى مشكله، لكن الاداء الحقيقه 100 علامه استفهام عليه. قدامنا 45 دقيقه زي ما هم احرزوا هدفين وراحوا بتسع فرص على مرمانا، اتمنى ان احنا نلحق نفسنا تسجيل هدفين في الشوط الثاني، مش هيكون صعب على الاقل، وطبعا مين عارف يمكن نلحق نفسنا نخرج كسبانين، لكن لازم وقفه من كابتن ايهاب جلال والجهاز الفني على الاداء اللي قدم في الشوط الاول، حساب مع النفس اولا ثم مع اللاعبين ثاني. هنتابع مع حضرتك الزميل العزيز الناقد الرياضي وليد الحديدي نتيجه الماتش باذن الله في الشوط الثاني.